مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره ثالثه بعد الفاصل. قبل الفاصل قلنا احنا لقائنا النهارده بنتكلم عن مصر ما بين الرياضه والسياسه، ولما اتكلم عن السياسه ليست ليبيا من مصر ببعيد، بل ليبيا في القلب. اسمحوا لي بدايه ارحب بضيفي الكريم دكتور حسين الشارف الشريف، المحلل السياسي الليبي. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور رمضان وكل الساده المشاهدين في جمهوريه مصر العربيه وفي وطننا العربي الكبير متابعين قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا. سعدنا بك ومرحبا بك في بلدك الثاني مصر. ما فيش شك. والعلاقات المصريه الليبيه منذ قديم الازل معروفه بعمقها وجمالها على مر العصور. نعم سيدي. لكن اسمح لي بس معالي الدكتور، عاوزين نطمن عن الوضع في ليبيا الآن، ما هو الوضع في دولة ليبيا الحبيبة؟ بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والملاه، وجد الترحيب بك مرة ثانية وبالسادة مشاهدينا الكرام أينما كانوا متابعين قناتكم الرائدة قناة الصحة والجمال. حقيقة أنت تعرف جيدا أن ليبيا منذ عام 2011 قبيل ثورة 17 فبراير أو ما يسمى بثورة الربيع العربي. تمام. تمر الآن ليبيا بحالة اللامعيارية. اللامعيارية. مش مقياس معين. نعم اللامعيارية. بمعنى أن لا يوجد يعني اللامعيارية ألا دولة ألا قانون. تمام. بلد منتشر فيها أكثر من 28 مليون قطعة سلاح. بلد تكالب عليها 28 مليون قطعة سلاح. مليون قطعة سلاح منذ عام 2011 ناهيك عن ما وعدد الشعب الليبي كم عفوا؟ عدد الشعب الليبي 6 مليون إذا أصح يعني. يعني لو قلنا كل واحد كده عنده بدل القطعة سبع قطع، ولكن لا يمتلكها المواطن الليبي. يعني أنت تعرف أن بعد 2011 التدخل القطري السافر في ليبيا ونجاحه تركيا الأتراك أتوا فيما بعد. نحن هنأخذ المراحل متسلسلة. يعني بتقول أن مثلا التدخل القطري كان بداية؟ كان بداية. تمام. في يعني بحجة أنه يدعم الشعب الليبي في من حقه في الثورة لإسقاط جماهيرية معمر القذافي أو النظام السابق. لم تترك قطر الملف الليبي، بل كانت حاضرة في كل المشاهد السياسية، صنعت لنا ما يسمى أو خلقت لنا ما يسمى بالدروع تحت مسمى الثوار الذين كانوا يحملون السلاح ويحاربون النظام السابق. أخذت الشباب وأعطتهم السلاح والإمكانيات وسمتهم بالدروع ودربتهم في قطر. أضف إلى ذلك يعني المخابرات الليبية بعد 2011 وكذلك المؤتمر المنتخب بعد 2011 كان كله تحت سيطرة الدوحة، تحت سيطرة تميم. تدخل على الخط الأتراك، يعني الأتراك، لكن ما تدخل الأتراك، دخلوا الأتراك بعد حرب الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب. أنت تعرف جيدا أن قطر وتركيا هي من تمولا الإرهاب. تمام. في ليبيا وفي المنطقة العربية كلها بالكامل. الوضع السياسي للأسف شديد، يعني الشعب الليبي لم يذق دعم الانتخابات ولا الديمقراطية، ولا يعني كان عندنا في نظام معمر القذافي اللي هي السلطة الشعبية، الناس تجتمع في مدرسة ولا بتاع ومجموعة هنا ومجموعة هنا وهم اللي بينتخبوا. انتخابات يقولوا مباشرة، يعني صبورة زي التعيين. لا مش تعيين، هي صبورة يكتب عليها دكتور رمضان ودكتور حسين. تمام. والناس هنا مجموعة وهنا مجموعة، ليبي رمضان يرفع ايده، ليبي حسين يرفع يده ويشيروا له. كانت هكذا الديمقراطية. جميل. عندنا في ليبيا. ولكن ثقافة الصندوق وحق الفوتو وانك انت تنتخب. تمام. وامامك مشاريع سياسية انت محتاج انك انت تتعرف عليها لكي تعطي صوتك لذلك المشروع، هذا لم يتم طيلة 42 عاما. يعني الليبيين بعد عام 1968 ان كان صحت 65 لم ينتخبوا. تمام. ففي جاب كبير عند الليبيين حتى في الثقافة في منطلتي. ما فيش. تمام. الليبيون ذهبوا خلف الناس اللي كانت معارضة للنظام السابق لأنهم يروهم يتكلموا في الشاشات في الجزيرة ومش عارف إيه، وليبيا والمفروض إن ليبيا تكون جنة وليبيا تكون كذا والقذافي ظالم الليبيين. ولم تكن ليبيا جنة. كان أفضل شعب الشعب الليبي وأفضل حاجة الحياة الليبي. فعندما ذهبنا لانتخابات 2014 الليبيون انتخبوا كل السياسيين المعارضين والذين كانوا يخرجون على شاشات التلفاز ويحرضون الليبيين ضد نظام معمر القذافي. الليبيون لا يعرفون إخوان المسلمين ولا يعرفون جماعات إسلامية مقاتلة. يعني حتى نحن الليبيين كثقافة ما عندناش أحزاب، ما عندناش تعددية أيام النظام السابق، لأن كان شعاره من تحزب خان. تمام.
تمام. من تحزب خان. خان في النظام الملكي لغى موضوع الأحزاب. تمام. وكان سبب إلغاء موضوع الأحزاب جماعة الإخوان المسلمين. المولانا ديس رحمة الله عليه قال أنا لا أستطيع أن أأمن لحزب داخل بلدي ورأسه خارج البلد. خارج البلد. تمام. لغى الأحزاب. تمام. القذافي صار على نفس الناس. ولكن نحن كليبيون لم نكن مسيسين وما نعرفش هذه الجماعات، ومن أتى بهذه الجماعات هو النظام السابق، هو الذي عمل مراجعات بضغوط سواء كانت دولية أو ما إلى ذلك. تمام. وأتى مفتي الديار الصادق الغرياني، وشفنا علي الصلابي وسلمان العودة كلهم أتوا إلى القذافي، وكان يقود هذه المبادرة ابنه سيف الإسلام القذافي. يعني حتى نجمعت النظام السابق لما تحدث معهم نقول لهم أنتم من أسقطتوا الدولة الليبية. سيف الإسلام الآن في أصوات تنادي تقول سيف الإسلام سيكون رئيس ليبيا القادم. تمام. أنا بقول لهم سيف الإسلام هو من أسقط الدولة الليبية، هو من أسقط النظام في ليبيا، لأنه هو من عمل المراجعات لكي يخرج أمام المجتمع الدولي الحقوقي والإنساني وما إلى ذلك، وخرجهم من غوانتنامو وجابهم ليبيا. يعني جاب لنا ناس جاهزة، يعني عبد الحكيم عندها الفكر جاهز والتنفيذ جاهز، عمل معهم مراجعات وقالوا نحن نتصالح مع النظام وكذا ونحن حبايب الآن، وهم أول من رفع السلاح في وجه النظام السابق. نأتي لمشكلة ليبيا سياسيا. عندما سيطر الإخوان المسلمين على المؤتمر الأول المنتخب سنة، أنا وصلنا كده 2014، لا لسه ما وصلناش ل 2014، بعد المجلس الانتقالي حدثت انتخابات 2012 المؤتمر الوطني. تمام. المؤتمر الوطني العام الليبيين كلهم اندفعوا خلف السياسيين وأيدوا المعارضين. أيدوا المعارضين صراحة. وصلوا حاليا للحكم. وصلوا، عندما وصلوا الحكم أول حاجة عملوها يعني نفس تجربة العراق اللي هو اجتثاث البعث، عملوا ما يسمى بقانون العزل السياسي. عزل السياسي. وما عزلوش سياسيا مثلا القادة اللي في الصف الأول، حتى مدير مدرسة كان في الحزب اللي كان في اللجان الثورية أو كان في مؤيد معمر القذافي عزلوه. وأفرغوا الدولة من الدولاب الحكومي أصبح فاضي من قياداتها، يعني توا مثلا احنا قلنا لهم زمان عيطنا كثير احنا خلاص القذافي انتهى، ولكن هؤلاء يعني معاهم مفاتيح الدولة 40 سنة. تمام. وعلاقاتهم الخارجية كبيرة جدا، ويعني البلد حترجع بسرعة. تمام. نعمل مصالحة وطنية مش عايزين البلد ترجع، لكن هم عايزين يستفيدوا. مش عايزين البلد ترجع. تمام. وقاموا بإحالة كافة العسكريين متقدمين في السن، برتت مثلا عميد وعقيد وليوا وبتاع الخبره كله طلعوهم برا للتقاعد. تمام. واحلوا محلهم ما يسمى بالامن الوطني، هم مجموعه الشباب الثوار، في اللي ماهوش متعلم وفي غير مؤهل، في اللي بيحمل فكر ايديولوجي وفي كذا، هم بيحلوهم محل الجيش والشرطه وما يسمونه بالحرس الوطني مثل على غير ما هو موجود في. تمام. في قطر. ودخلت التيارات الاسلاميه المتشدده على الملعب، واصبحت ليبيا منطقة تعج بالفوضى، أرض خصبة للإرهاب. للإرهاب مال ومنافذ، أكثر من 6 منافذ جوار. الإرهاب يأتينا من تونس. أنا مرة علقت على المرحوم هذا رحمة الله عليه الرئيس التونسي عندما قال إحنا البلاء جينا من ليبيا، خرجت في قناة العربية قلت له العكس، قلت له لا العكس، قلت له البلاء في ليبيا أيام القذافي كان في السجون. لكن البلاء إحنا جينا منين؟ من عندك، وانت اللي تستقبل في الاخوان المسلمين في قرطاج، وانت اللي تحاور فيه بالحاج، وانت طبعا تونس والجزائر، حتى الجزائر موقفها ضبابي من المشهد الليبي قبل انتخابات تبون، كانوا يستدعوا في هؤلاء الجماعات الارهابيه يستقبلونهم يفرشونهم في لان الجزائر وتونس ما تريد ان تكون ليبيا هي منطقه عدم الاستقرار. يعني حضرتك عايز تقول لي بعد ما كان ليبيا ما فيهاش احزاب وما فيهاش توجهات حزبيه ولا جماعات معينه، فجأة كده ولقينا هم ماسكين البلد وكل الخبرة بعيد عن المناصب، كل بعيد عن هجروا بين مصر وبين تونس، كل قيادات الدولة الليبية التي تستطيع يعني في لحظة لما ترجع لعملها يلتف عليها العسكريون أو الأمنيون أو الموظف الحكومة. عموما خلقوا لنا ما يسمى بأنصار الشريعة في مدينة بنغازي. تمام. لأن محاولوا جماعة الإخوان المسلمين هم يتواصلوا مع القبائل في 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 برقة او في شرق ليبيا على الحدود الليبية المصرية. المجتمع عشائري قبائل، لا الفكر لا يحملون فكر ايديولوجي. تمام. فكر الجماعات والاسلامويين هذا لان في عرف وفي عادات وفي تقاليد. اختاروا لنا مدينتان، مدينة بنغازي ومدينة درنة. مدينة بنغازي تشمل عديد الثقافات، مجتمع حضري. تمام. مدينة درنة كذلك هي مجتمع حضري،
فزرعوا لنا الافكار المتطرفه بين دارنا، يعني عشماوي كان في دارنا تمام والارهابيين الثانيين اللي من موريتانيا ومن مش عارف من تونس ومن موجودين وين؟ طب هم ضد بعض ولا الاثنين ضد مع بعض؟ لا مع بعض كلهم ضد مين؟ ضد الشعب الليبي. ضد الشعب الليبي، كان يعني كانوا كل يوم يغتال اكثر من 20 عسكري. كان الناشط السياسي يتكلم يذبح، كانوا يذبحوا في 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 دارنا، في مدينه دارنا، في ميدان اسمه الصحابه، ذبح ذبح، وكانهم يذبحوا في في خرفان ولا في عقول ولا. تحرك المشير خليفه حفتر تمام، لان ذاك كان لواء واحالوه هم الى ايه؟ الى التقاعد. عندما تحرك بايعه في الشرق، تحرك اعلى من طرابلس، ولكن للاسف الشديد الشارع في طرابلس والناس في طرابلس يعني مجتمع حضري تمام، ما يمتهنش حمل السلاح او كذا، الناس مسلمين، الناس مدينه تجاره، ويقول لك انا ماليش مشكله انا اللي يحكمني. فاعلم من طرابلس صارت له خيانه في طرابلس. اعلم بعدها؟ جه على طول وين؟ لبنغازي، واجتمع بقادات بنغازي. بنغازي لان او الف باء تنظيم مجتمع هو اشراك القاده الشعبيين المؤثرين على الارض في اجهزه شنو؟ في اجهزه الدوله. فبايعوه القبائل، قالوا له احنا معك مال ورجال الى اخر، المهم مهم انك تحارب هؤلاء الارهابيين وترجع بلدنا. والصراحه كانت مصر لها دور كبير جدا في دعم الجيش يعني في محاربته للارهاب، سواء في درنا او في بنغازي او في الجنوب الليبي، لان تعرف مصر تربطنا بها حدود 1115 كيلو. اكيد مهمتها أمن قومي مصري من 2011 الى هذه اللحظه اللي نتحدث فيها معك، نحن لا زال لا يوجد لدينا جيش قوي. فمصر سواء بالطيران او على الحدود اشتريت كله بتأمنه القوات المسلحة العربية المصرية. إن شاء الله ترجع ليبيا أفضل مما كانت إن شاء الله. نجح الجيش الوطني في دحر الإرهاب في مدينة بنغازي، الممول من الميليشيات المدعومة من المفتي ليبيا الضال هذا الصادق الغرياني الذي أباح لهم قتال رجال القوات المسلحة. وكان الدعم يأتي عن طريق تركيا وعن طريق قطر. تمام. إلى مينائي الخمس وكذلك ميناء مصراتة، هناك مدينة في ليبيا اسمها مصراتة. مصراتة معروف الخط الأحمر. مصراتة شعبها شعب طيب، ولكن يعني تم السيطرة عليها منذ 2011 عن طريق جماعات تكفيرية أو جماعات الإسلامويين سواء كانوا. لحد إمتى بقى؟ من 2011؟ من يعني ما زالوا مسلمين. إلى يومنا هذا لا زالت مدينة مصراتة تحت قبض جماعة الإخوان المسلمين وكذلك جماعة ليبيا الإسلامية المقاتلة. بشر عاديين، ولكن داخل القريه، داخل المدينه، داخل المدينه منها مثلا منها 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 علي الصلابي زعيم جماعه الاخوان المسلمين تمام، منها صوان رئيس حزب العداله وما يسمى البناء الجناح السياسي جماعه الاخوان المسلمين، منها فتحي باشا اغا الان الذي يعني يريد ان يعني يسوق نفسه انه سيكون رئيسا للحكومه القادمه، يمتلك ميليشيا كبيره وهو الان وزير ولكن ليست ميليشيا تكفيريه. دكتور حسين انا برضه عايز قبل الوقت ينتهي عندي سؤال مهم جدا عايز اعرف حاجه، يعني اكيد في تطور في الوضع الليبي افضل مما كان. هو احنا دلوقتي لنا 10 سنين تحت هذه الجماعات الضاله الارهابيه. طب لماذا تم عقد لقاء قريب؟ أنا أقول لك أن الأمم المتحدة منذ عام 2011 إلى يومنا هذا لا زالت تمطط الحالة الليبية، لا تريد حل للأزمة بل إدارة الفوضى في ليبيا. كان شيء متعمد. متعمد. الآن ذهبوا في تونس على أن ستكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر 2021. قلنا لهم إيه؟ مبارك. في تونس؟ في تونس، الآن تعقد اجتماعات في تونس. لا بس كان في اجتماع في المغرب قريباً. هذا المضحك المبكي للأسف الشديد. ليه بقى؟ أن برلمان دولة يعني زي مثلاً البرلمان المصري يسيب مصر دي كلها ويروح يجتمع في الخرطوم. ايه السبب؟ السبب البرلمان كان موجود في مدينه طبرق. اداره البرلمان اللي هو يمثل القائد الاعلى للجيش الليبي وكذلك رئيس مجلس النواب سيد عقيله صالح لم يدير البرلمان بسياسه وحنكه، وانما اختزل هذا البرلمان في ختم شنطه بيته في مدينه القبه، واصبح البرلمان لا يجتمع في مدينه طبرق منذ 7 أشهر لم يعقد تعقد جلسه رسميه من المستشار عقيله صالح لكي يلم نمشيتات هذا البرلمان ويذهب الى الخارج وتستقبله مصر ويستقبله الدول الكبرى ورئيس مجلس النواب، ولكن في حقيقه الامر لا يمتلك من امره 10 اعضاء يؤيدونه، حتى الذين الان موجودين في حتى الاجتماع بيتم في تونس او بيتم في المغرب بعدد كل ممثلين لعقيله صالح وليس ممثلين البرلمان الليبي. البرلمان انقسم على نفسه اثنان تمام، جزء ذهب الى مدينه طرابلس وعقد جلسه هناك وقال انا الشرعي واخذوا اللوجو بتاع البرلمان تمام، وجزء موجود في طبرق لا يجتمعون
وجزء آخر بين تونس وبين مصر يتنقلون تارة هنا وتارة هناك. عندما شعر البرلمان الليبي أن الأمم المتحدة ستسحب البساط عبر هذا الحوار وستنتج مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وأن هذا البرلمان إذا لم يصادق المجتمعون في تونس سيكونون هم الشرعيين يحلون محل البرلمان. شعروا أن الكيكة. دكتور حسين، في صور لحضرتك موجودة حاليا دي مع المستشار خليفة حفتر، سيادة المستشار خليفة حفتر، هذه كانت عام 2015. في كم صوره كانت علينا عليه قبل ما ننهي بس كده، لان في شويه صور كنا نتمنى وقت يكون كامل، احنا كنا محضرين برنامج مع القاده كذا حاجه كده. الصور برضو حضرتك هذه هنا في جامعه الدول العربيه، جامعه الدول العربيه صحيح، البرلمان العربي تمام. جبتهم منين دول؟ شباب الصور بس سريعا كده عشان الدكتور حسين. هذه جامعه اسكندريه، دكتوره ساميه جابر، استاذ دكتور ابراهيم مليجي تمام، استاذ دكتور محمد حلاوه، والدكتور ان شاء الله ربنا يرضى، يوم المناقشه الدكتوراه بتاعتي في جامعه اسكندريه سنه 2016. دي في 2016. 2016. دكتور حسين الف مبروك الدكتوراه. انا برنامج مع القاده نيابه عن اسره البرنامج شرفت بلقاء حضرتك، واتمنى يكون بيننا لقاء وقت يكون اطول من كده. ان شاء الله ليبيا ترجع افضل ما كانت بامثال حضرتك، الناس الوطنيه اللي ما لهاش هدف شخصي، الهدف العام. ان شاء الله يا رب القادم يكون افضل لليبيا والوطن العربي. اسعدتني وشرفتني دكتور حسين الشارف الشريف المحلل السياسي الليبي، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، يعني لقاءنا انتهى سريعا، شفنا اللقاء في ليبيا والوضع في ليبيا ان شاء الله يرجع افضل من مكان، ومصر ما بين الرياضة والسياسة. برنامجنا مع القادة يعلن عن حاجة البرنامج الى مراسلين سواء من داخل المحافظات او من داخل بعض الدول، التواصل على الارقام او على صفحة الفيسبوك مع القادة. نسعد ونتشرف بكم لاداء رسالة اعلامية الغرض منها رفعة وطننا العربي والشأن المصري. مشاهدينا الكرام، الى ان التقي بحضراتكم الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.